يعني بحضراتكم مرة أخرى. كابتن عبد الظاهر غيابات مؤثرة النهاردة لبيراميدز، أبرزهم طبعا ثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال. رأيك في هذه المواجهة بشكل عام؟ أولا عايزين نبارك لهداية ملك وسيف عيسى، طبعا اثنين من أبطالنا جابوا النهاردة اثنين ميداليات، بنقول لهم برافو عليكم، برافو عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله منتخبنا الأولمبي إن شاء الله يصعد ويجيب لنا ميدالية برب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يا رب. مباراة كل واحد عنده طموح، كابتن خالد جلال والبنك الأهلي عنده طموح إنه يهرب من الهبوط، وده اللي جه عشانه أصلا كابتن خالد جلال. لحد الآن آخر أربع ماتشات بتتكلم في اثنين فوز واثنين تعادل، طبعا مع النادي الاهلي خد تعادل رهيب، فشايف ان الكابتن ايهاب الكابتن خالد وصل للمجموعه اللي هو عايز يلعب بيها، شخصيه الفرقه بقى عنده خلاص، شخصيه الفرقه احنا عرفنا خلاص بقى الباك رايت عاصم صلاح بقى، دبش موجود بقى، امير موجود بقى، اسامه ابراهيم موجود، حفظنا الفرقه. محمد فتحي كمان عمل حاله في نص الملعب كويسة جدا، بيلعب باربعة اتنين تلاتة واحد، معروف كان تايه في نص الملعب صحيح. كان بيلعب بتلاتة، فهو بيلعب بيروح ويجي، دلوقتي خلاص بقى عارفين ان هو بيلعب باربعة اتنين تلاتة واحد، فالناحية الفنية خلاص بقت مخالبه او المفاتيح اللعب عنده بقت معروفة، سواء احمد ياسر اللي هو متألق جدا وباسيوني، ودخل موسى ديوارا اخيرا يعني موجود بقى بعد 27 ماتش بقى خلاص بدا ان هو يدخل في الفرقه، وده من نجاحات الكابتن خالد جلال. وطبعا احمد علي وفادي فريد هم من اول السيزون وهم عاملين حاله كويسه جدا في المباراه. مباراه صعبه جدا على بيراميدز، مباراه صعبه جدا للكابتن خالد جلال. انا شايف النقطه فارقه في المربع الذهبي ونقطه فارقه في اللي ينزل صحيح.